مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الجزائر العاصمه الصحفي والجزائري عبد الوكيل بلام. اهلا بكم استاذ عبد الوكيل. بدايه، انباء عن عوده الرئيس بوتفليقه للجزائر بعد رحله علاج في الخارج، كيف تلقى الشارع الجزائري المنتفض منذ ايام نبأ عوده بوتفليقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا وعلى قناتكم قناه الرافدين الغراء. نبأ عودة الرئيس المريض إلى البلد لم يتأكد بعد، يعني حتى في هناك مصادر بادرت بنفيه، غير أن مجرد يعني صدور الخبر عن أي جهة كان طبعا قد أقلق الشعب وقد أقلق الشارع الجزائري الذي فهم من هذا الخبر أو من تسريب والترويج لهذا الخبر أن جماعة الرئيس يريدون فعلا ترشيحه غدا، غدا هو آخر أجل لهذه الملفات. طبعا هذا أربك الشارع الذي يعتقد هذا الشارع أنه قد أرسل برسالة أو برسالتين يوم الجمعة 22 يوم الجمعة أيضا الموالي 1 مارس. كان يظن أن النظام السياسي وأن العلبة السوداء في النظام السياسي قد تلقت وقد تلقفت هذا الخبر بشيء من الإيجابية وأنها قد تتفاعل معه كما يجب أن تتفاعل الأنظمة العاقلة مع شعوبها. إذا ما تبين غدا أن خبر رجوع الرئيس هو لإيداع ملفه، فإن حالة من 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 الغضب، حالة من القرف، حالة من التذمر قد يعني تجوب وقد تنتشر في ربوع الوطن، لأن الشعب سيصاب بخيبة أمل. والشعب سيصاب بشيء من الغضب تجاه هذه السلطة التي حينما خاطبها بصوت الحكمة وخاطبها بصوت العقل في مسيرات هادئة، مسيرات يعني طغت عليه أجواء البهجة، أجواء الرقص، الموسيقى، الهتافات العاقلة التي لم تكن يعني تحتوي على كل يعني أنواع الكراهية أو البعض. سيد عبد الوكيل، البعض ربط عودة عبد العزيز بوتفليقة بوضعه الصحي، هناك حديث عن ملف طبي، وخاصة بعد قضية أن عبد العزيز بوتفليقة، هذه الأنباء التي خرجت التي تقول بأنه في شبه غيبوبة، ربما هل تعتقد أن هذه الورقة الطبية إذا صح توصيفها قد تكون هي ورقة إخراجه من هذا الحرج، حرج الغضب الشعبي؟ يعني تقصد عدم ترشحه في عدم تكون سبب في عدم ترشحه مرة أخرى؟ يعني سيدي تعرف الرئيس رشح للعودة الرابعة في 2014 وكان أيضا مريضا في نفس هذه الحالة، ولم يتغير، لم يكن يقف على رجليه، لم يكن يتكلم إلا بصعوبة أن يفهم، لم يكن يسمع، لم يكن يتحرك، لم يكن مؤهلا لممارسة وظيفة القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلد. فهم هؤلاء لا يستحون، وهؤلاء لا يستعرون من هذه الممارسات الدنيئة ومن هذه الممارسات التي لا تمت لمنطق ممارسة السياسة بصلة. الآن الشارع الجزائري غاضب ومنتفض، وربما كما تفضلت إن ترشح مرة أخرى للولاية الخامسة ستصيب الشارع حالة خيبة أمل وغضب ربما أكثر، وربما قد يكون هناك تصعيد. لكن الآن إن لم يترشح عبد العزيز بوتفليقة يوم غد الأحد ولم يقدم الملف، هل تعتقد أن الشارع سيركز على البدائل المطروحة بخلاف عبد العزيز بوتفليقة؟ شوف سيدي، ما يجتاح الشارع الآن هي موجة وعي كبيرة، وهي موجة وعي تفاجأ لها الجميع. الذين نزلوا في 48 محافظة من محافظات الجزائر نزلوا فعلا على بمطلب واحد وأوحد، الذي هو وقف ولاية الرئيس الخامسة. لكنهم يعلمون أيضا واعون أن النظام السياسي لن يتغير بمجرد تحييد رئيس وبمجرد إبعاد رئيس وحاشيته. نحن في حراكنا إذا ما تبين أن رجل يترشح نتوقع أن الانتخابات تؤجل، وسيجدون لذلك أي توليفة دستورية. بعد ذلك سندخل في مرحلة تأجيل، في مرحلة مطالبة أخرى التي سنطالب من خلالها كما كتبنا وكما قلنا بإعادة
اعاده النظر في نصوص الهيئة العليا لتنظيم الانتخابات في الجزائر. هي هيئة إشراف، هي هيئة مراقبة فقط، هي هيئة تقييم تزكية ومباركة. نحن نريدها إذا ما ذهبنا إلى أمن وطنية في حال تأجيل الانتخابات سننسى مسألة إبعاد الرئيس وننتقل إلى مطلب آخر، ألا وهو مطلب إعادة النظر في النصوص المنظمة التي أنشأت والتي بموجبها تتحرك الهيئة العليا المستقلة ضمن الانتخابات. نريدها هيئة تنظيم وإشراف لا هيئة مراقبة. بعض المراقبين للشأن الجزائري يتخوفون من تدخل الجيش بقضية السيطرة على الحكم بشكل أو بآخر في حال لم يحسم موضوع الانتخابات ولم تحسم بطريقة سياسية. هل هناك مخاوف في الشارع الجزائري من هكذا خطوة؟ يعني اذا كان قصد من سؤالك انقلاب الجيش على الوضع الدستوري، يعني يمكن التوصيف بهذه الطريقة؟ هذا شيء أراه مستبعد لاعتبارات عدة. أولا، للجزائر تجربة مريرة في الانقلاب على الوضع الدستوري في سنة 1992 عندما انقلبوا على رئيس وانقلبوا على الفائزين في انتخابات شرعية لسنة 1992. هذا الشيء كلف الجزائر كثيرا كثيرا كثيرا، كانت فاتورة باهظة من أرواح وممتلكات واقتصاد ومؤسسة أحرقت، وتأخرنا بخمسين سنة إلى الوراء عن ركب الدول وعن ركب الدول المجاورة. هذه ما تزال حاضرة في أذهان الجزائريين. النقطة الثانية هي أن الوضع العربي وما عاشته بعض دول التغيير وبعض موجات التغيير في الدول العربية قد أثر أيضا إيجابيا في أذهان أصحاب المؤسسة العسكرية، فهم يعني أبعد ما يكونون من التفكير في انقلاب عسكري. قد يضعهم في ورطة ويضعوا المعارضة في وضع مريح عندما تصير تتحدث عن حكم العسكر. فأظن أنهم أوعى وأنهم يعني أخشى من أن يقدموا على هكذا مبادرة. كنت معنا من الجزائر العاصمة الصحفي والجزائري عبد الوكيل بلام، شكرا جزيلا لك.